الحكومة تعلن القبض على العشرات من مهربي النفط خلال الأشهر القليلة الماضية. بداية، هل لك أن تضعنا أو تحدثنا عن وضع التهريب في البصرة؟ بداية، كيف يتم؟ منذ العام 2005 وحتى الآن هذه المشكلة مستمرة، ولكن ما لاحظناه أنه في ظل حكومة السيد السوداني الآن صدرت هذه الأحكام. في السابق يعني تم التغاضي حتى عن أحكام قضائية تجاه بعض المهربين بسبب إسنادهم من قبل جهات متنفذة وتواطئ من قبل مسؤولين أمنيين. هكذا ممكن أن نفسر هذا التغاضي عن بعض المهربين في الفترات الماضية. نعم، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها لا أعتقد أنها سوف تقضي على مشكلة التهريب بشكل نهائي، بحكم وجود حماية للمهربين من قبل بعض المتنفذين، وهذا أكيد يعني، وهذا ما بينته حتى التحقيقات في المشكلة التي حصلت في البصرة. هناك حتى تلاعب في المستندات وإصدار تصاريح أمنية لعمليات النقل من البصرة إلى كردستان ومرورها بمختلف نقاط التفتيش دون أي يعني رد أو اعتراض، وبالتالي هناك شبكات. وهذه المشكلة أكيد إذا نرجع إلى البيانات، هناك بعض التقديرات تشير إلى أن النفط المهرب يقدر بحدود 300,000 برميل شهريا. يعني لا توجد تقديرات دقيقة بحكم أن هذا الاقتصاد ظل، لا توجد بيانات أدق، ولكن بعض التقديرات تصل إلى هذا المستوى، وما يقارب إلى 10 إلى 14 مليون لتر من الوقود يوميا. أما اتجاهات هذا التهريب، فمنه ما يذهب باتجاه الخليج، يباع في عرض البحر عن طريق اللنجات، وهناك جهات متنفذة تسند هذه العمليات. والقسم الآخر يذهب باتجاه كردستان، لا سيما في بداية العام 2021 أو 2022 حينما كانت هناك فروقات في أسعار النفط الخام، وبالتالي نشط التهريب باتجاه كردستان وباتجاه سوريا ودول أخرى. هذا الأمر أكيد يعني دفع الكثير، وبحكم وجود إرباك إداري كبير لا سيما خلال العامين الماضيين نشطت هذه التجارة، وهذا بطبيعة الحال أكيد يلقي بظلال على الاقتصاد، يسبب هدر كبير للموارد الاقتصادية ممكن أن تقدر قيمتها بحدود من نصف إلى مليار دولار سنويا. نعم. بالإضافة إلى ذلك، هذا ينشط من عملية غسيل الأموال، بحكم أنه هذه الأموال أو أموال المشتقات والنفط المهرب سوف يذهب باتجاهات الغسيل، وممكن أن تحول إلى عقارات، إلى يعني مجالات أخرى تربك من واقع السوق وترفع من مستوى التضخم حتى.